اللي اعطانا نجمه هذا حتى والله اني احس انه بيصحى وهو ينام. لا اصدق لا ما تنام وينام. ما شفته انت ما شفتها نايمه على السرير ونايم تحت كذا. مسوي مسوي لي ايه معطيه وضعيه الدوري خلاص. قلت بقول له نومت على المخده السرير وانا نمت في الارض. حقك نجم الاسبوع. بس في حاجه بسيطه بقول انوه لكم اياها. نوه لنا اياها. الدجاج الا الدجاج الا الدجاج خصم 500 على النجم. انا ما قلت دجاج دو ولا دجاج دي. انا قلت دجاج والله اني صادق ما قلت دجاج ايش فيه هذا انا ما قلت دجاج لا دجاج دو ولا دجاج قلت لك دجاج بس الا الدجاج يا ابو عبد الله الا الدجاج ابو عبد الله اي والله والله يا شباب انا صراحه والله والله مترقب لمسابقه اسامه ترى مره حلوه نعم وحيكون فيها ضحك صدق صدق صدقني ما حضر ضحك ضحك الى ما لا ضحك تحسب اني زي اول اوه تصريح قوي والله دخلنا المعجنات والله نفس المعجنات تصريح قوي بس والله ابو عبد الله سلام يا ابو عبد الله الله يحلي ايامك وليالي صادق اي والله جو ما شاء الله الشباب اليوم صراحه الكل محلو ما شاء الله ها بدايه اسبوع كذا هذا هذا المعيار الاول في التقييم عبد الله انا وياك سوا بكره ان شاء الله الساعه طافيه حتى الساعه 8 الا 5 هيا هيا يا سيدي هيا خليك ايش في 8 الا 5 طب عادي بعد ليش الدورية؟ لا ما نبغى جالسين احنا مرضى طيبة لا لا عادي من بدأت تحضر لحالك؟ ليش؟ نبغى نكسر روتي نكسر روتي لا أنا جوي أكسر روتي لا صراحة أنا حتى أنا أي الدورية تسيب بدل العشاء وهذه نقمة فليقف الجميع استعداد نقف يا ولا قف أنت وياه بالنية ولا فعلية؟ بالنية وفعلية أسمع احنا قلوبنا فزت فليقف الجميع استعداد أنا نشوف ليش أقلب أحد فليقف الجميع استعداد روح على إعدادي بقوش فليجلس الجميع احتراما لي. اطلع برا. والله العظيم. اسامه يدودني اسامه يدودني. شايف النجمه ذي؟ ايه. هنا بتنطبع. فليقف الجميع احتراما لي. والله ما حد والله دور معليش يا اخي. جلسنا احتراما. خلاص جلسنا احتراما لك. اما نجلس نوقف نجلس 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 نوقف. ترى بمشي. ها؟ لا بالله تكفى. لا لا سلطان سلطان لا يا سلطان سلطان لا والله سلطان لا تمشي يا سلطان احتراما لي والله لا امشي والله لا امشي بمشي والله الجميع يقف احتراما واقف انا ها ابو عبد الله سلطان سلطان صل على النبي عشان ها المره خلاص قال عشاني قال المره هالمره قاعد تقول مره ثانيه هالمره هالمره هذه احتراما لك يعطيكم العافيه قومتك مرتين يلا روح انا مدلدل على عدم احترامك دربه شو الحين سؤال اوه في تغيير هناك في تغيير يا رجال الناس ده والله ملا مختلف سلام عندنا سلطان يا رب سلطان سلام متى اكون على يقول يا شاهي اللي يكيف الراس كثير كذا الراس هذه عمري ما تمنيت شيء قد ما تمنيت اشوفك اشوفك كذا تجيك كذا فجاه كذاب من كيسك تقول المشاعر انت اليوم ايش لقيت هو الان كذاب من كيسك تقول المشاعر يا اخي الواحد ما عاد يقول قصيد خلاص خلاص ما عاد يقول قصيد ايش قصيدك اللي من الكيس ذا يقول هات المعجنات الشاي اللي ما تبهر من خلي النجم والله الله النجم يبي ياكل يا النجم النجم الشاي اللي ما تبهر من الهيل شباب شباب اقول لكم شباب النجم مثل الفركسه بالله اللي تاكلها باذنجان متى اخر مره شفتوا صحن معجنات لكن كم يوم ما شفتوه صح صحيح هذه بدايه مبشره ان النجم قاعد يجيب اشياء قاعد جميلة. يشتغل نعم رعايات وامور انا ما ابغى اصرح النجم الاسبوع الجاي بالثلاثه يا نجم يا نجم بس ان شاء الله تعالى الاسبوع هذا راح ترتاحون راحه نفسيه ما ارتحتوا يا نجم من قاله يا نجم النجم يقول مين قال النجم يا نجم, نجم بالله كلمة مني واسمع يا نجم يا نجم صريح النجم يحتاج إذن صبر صبر هنا في ضحكة عطني يا الله إله إلا الله محمد رسول الله صح صبر كيف عشت تجب مين النجم لا ممكن مو السؤال آه صح هيا خليك يا نجم أوف النجم أنت القرارات من عندك من أنت عشان تعطي قرارات مين النجم كيف؟ أقول لك شيء أسامة لا تنظرني كذا أنا أسكت ودع ضحكتي تتحدث عني الله صفق أنت صف 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 صفق وعلى الريش خليني أخلص من كاس الشاي الله يا الله إيش تقدرون تشوفونه في يوتيوب بأداء سلطان قحطاني كلها ما فيها سكوت ها؟ كيف؟ كيف؟ ما فهمت يا حبيب فقرة تحجير أبوين الله يرضى عليك لا لا يقول أنا أسكت ضحكة أبو أشهر يعني الشرف بس بإذن الله من هاللحظة راح أعلن فقرة إن شاء الله الله اللي قول صح خلال الأسابيع الجاية كيف نوقف هنا عيال احتراما للمشاعر بسم الله ما شاء الله أنت من ملوك من ملوك الرياليتي طبيعي أنك تعرفها هابا أنا أمس كمبارس صليت على النبي سيت أمس راح أعلن
فقرة اليوم بسم الله والرحمن الرحيم للأيام الجاية اسمع اعلن وأدها اللي هي ذا جبهة ذا جبهة لاقتباس الأصوات الجميلة يا رب انك فهمت يا سامة المانع صفق انت وياه صفقنا ذا جبهة فهمتوا اكثر ناس انا فهمت هذيك بس ان جبهة جبهة ذا جبهة ايه مو ذا وجه ذا جبهة ايوه ذا جبهة بس ايش في هذا الجبهة ايش علاقة الجبهة بالأصوات الجميلة ما ادري قريبة من قريبة من ايش معنى صوت بالانجليزي فويس بسم الله ما شاء الله عليك اكل 500 تفضل وفي ساوند انا ما والوجه بالانجليزي وش معناته الوجه بالانجليزي وش معناته فيس فيس بس انا جبت هذا جبهه يا عيال الضرس ايش معناه بالانجليزي ضرس دنتست كل الاسنان دنتست هذا طبيب اسنان دنتستر دنتست طبيب اسنان دنتست دنتست طبيب اسنان حبيبي الله يعطيك العافيه السن ايش معناه بالانجليزي المفروض هذا اللي يجاوب انت ابدع الطب والاشياء هذه يلا يا طوال الطب ما تردي توث حتى مرتين ما اخذته توي اخذته ان شاء الله عليك ابو عبد الله ماله متقيل قبل ولا بعد ايه اسمع ناظرني مين ناظرني ابو طاقيه لا الله لا يحرمنا من هالوجه قول امين لا 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 والله انظار اللي في بالك والله اني معك والله لا تناظرني بعين ولا لا 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 تناظرني بعين لا تناظرني بعين لا 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 تناظرني بعين لا تناظرني بعين ولا لا 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 كذا لا لا كذا أنا المحامي حق التراث الجميل هاي اللي في خير واحد ولا قاطع ولا هاي اللي في خير يتكلم ما قد غنى لا تنظرني بعين هاي اللي في خير يتكلم ما قد غنى اللي ينظرني بعين قول لا تنظرني بعين يا اخي هذا اللي يخليك تأدي بدون نفس يعني ماني فاهم من جد أدي لا تنظرني بعين بسرعة لا 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 بس تخطف لا 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 تناظرني بعين لا تناظرني بعين رد انت لا تناظرني بعين لا تقول لي انت وين لا تقول لي قهوه رجع نفس السالفه لا 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 تناظرني بعين لا تناظرني بعين لا 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 تقول لي انت وين لا تقول لي انت انا لا لا حرفتك موجود هنا ازيد موجود هنا يا سلطان مو تكب سلطان ما عليك سلطان لطام القشوم المنيعه شوف 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 تعال شوف ابشركم الاب ولد الجره جاب الجره صغيره يقول سلطان قده على الطيب باري يقول سلطان باري يا نجم المشاهير سلطان يا سلام عيد سلطان هذه وريدة اللحظه قول سلطان يا نجم المشاهير سلطان يلي على الطيب تعال انا وانت افعالك اذا حتنتظر الشطر الثاني حتطول كذا قول عبر يا اخي هو يبغى يجيب بيت شعر مو زين اصبر عليه قريحه الشعر انتظرها انا اقول بالنيابه يلي على الطيب افعالك جزالي جزالي سلطان ايش ده قلت يلي على الواقع افعالك تبان لا لا هو قال بيت مكسور يا جماعه خليك مكسور البيت بشتغل لك عليه اصبر بشتغل لك يلا قول اقول لك مع مقاول بشتغل لك عليه ايش المشوار ده اللي انت اسمع سلطان يا نجم المشاهير سلطان يلي على عرش المراجل تربع سلطان يا نجم يا ولد. المشاهير سلطان يلي على عرش المراجل تربع يلي يلي تناظرني بعين يلي تناظرني كنك ما تناظرني نظراتك هذه تعذبني الوقت هذا ما معي فاقة خمس دقائق واتصل فيه بس دقيقة انت قلت تربع للأسف جوالي مو معي وين الشعر الموضوع ها برا قافية اقول لك شيء يا فيصل شعر الشعر ما هو رصة ابيات بابيات الله سلام الشعر شعر القلب لا قال بيته اقول يا حبيبي انتبري النجم الله انتبري النجم النجوم من قال هالقصيده مين شعرها
أنا أنا سلطان الله ترى سلطان اليوم الكرة في ملعبك صبر هل إيه هي والله هو فرش الموضوع صراحة هو فرش سلطان هل أنت سلطان أنا سلطان الإسحاب طيب الإسحاب طيب أنا شباب شباب سلطان سلطان لا انا 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 شباب شباب اصبر اصبر تكفى بس انا هذا سلطان جواب النجوميه اجيبها تكفى بعصا لكن تكفى بعصا انا اعطي مجال لغيري عشان اهرم بالشو يا سلام يا سلام يا والله والله نصفقوا صفقوا صفقوا والله تصفقون صفقوا صفق عني بالله نجم صفق عني عصب والله عصب عصب